السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ملك الآر. زي ما تشوفون عبد العزيز تأخر تقريبا الآن، له أكثر من تقريبا نص ساعة هو متأخر، ما أدري ليه. عساه طيب والله قرقني عليه، والمشكلة إني متصل عليه أكثر من 100 مرة، أكيد ما عاد يصدق. الله يجيب لي القلق، عساه طيب. الله يعين، شكله يتشرد من العقوبة، لازم أنا أروح أشوفه بنفسي. أنا جيت. أنت عمار، إيش تبغى أنت هنا؟ وش جابك هنا؟ أنا كلمت عبد العزيز وأنت مو شايفني بصور، وش تبغى؟ هو وكلني هنا، وكلني وتعبان، هو ما قدر يجي. عمار تكلم، وش السالفة؟ أنا يمكن مستنيه أكثر من ساعة، وهو المشكلة إنه كمان يعطيني مشغول، يعني بس أنا عذرته أكثر من 70 عذر ولا تأخر. وش السالفة؟ تكلم. هو تعبان. هو تعبان، على الاقل يدق علي ويقولني انه بيجي ولا شيء. صراحة كذا ما ينفع، المشكلة متفق معي في وقت، اجل قولني انا تعبان بعذره، ومو شيء اجباري. وش السالفة؟ انا اقول لك الحكاية ونطقطق للسلامات. يلا قول. انا كنت اقرا قرآن ودق علي. يا رب. لا لا لا، انا اذا تأخرت كذا بيعرف اني جبان، وكذا بيعرف اني انا خايف، وهذا افعل ماذا اعمل؟ جوال يدق من هذا يا ربي، يدق على الصباح المبكر. اخوي عبد العزيز، انا توقعت اني بيدق، هو اتفق معي 7:30 والان 8:00 ونص ساعة. يا ربي ماذا افعل؟ ليه ما اتصل على اخوي عمار؟ نعم اتصل اخوي عمار، متوقع انه ما يرد. لا لا لا، بس من حرج كمان، هذا يعتبر يعني جبان. لا لا ما عليه، خلني اتشجع واتصل على اخوي عمار واقول القصه كلها. هو بكيف اذ كان بيفزعلي زاد، ولكن انا عارف انه مستحيل يردني، مستحيل يردني. خلني اتصل. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله صباح الخير، متى قلنا في الصبح له؟ أخوي عبد العزيز؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عبد العزيز، هلا يا أبو سبب. وش بيك صوتك متغير؟ لا لا صوتي مو متغير. شفت آخر عقوبة نزلها ملك الأرض؟ يوم شفت المقطع اللي ده، والله مرة عقبك وأنت صايم تغسل السيارة، مرة عقوبة قاسية. منك طلب بسيط. لا لا ما عليك، طلباتك أوامر ما هي مشكلة. أبغاك تروح بدالي وتنتقم منه. ما راح يكون تحدي، راح يكون حرب، راح انتقم منه. يلا مع السلامة. السلام. يعطيك العافية. مع السلامة. أنا عارف يا أبو صقر إنك ما تقصر. الظاهر انه ما يصير تحدي، بيصير حرب. ما راح تكون تحدي، راح يكون حرب، انتظروا الحرب. ترقبوا الحرب، في التحدي والعقوبة، ترقبوا. كذا كانت السالفة. سلامات ما يشوف شر، الظاهر انه ما قدر يدق علي ولا شيء.
والله ما ادري عنه، ولكن اياك اياني واياك انك تكذب. لا لان الكذب محرم في جميع الاديان. طيب خلنا نبدا نخش في التحدي. اليوم جاني عمار بدل اخوي عبد العزيز، وطبعا اليوم شروط التحدي شروط جديده جدا، وهي عبارة عن تحدي عقوبة من أصعب الألغاز في مستوى العالم، ولكنها إيش الجزء الثاني. طبعا قبل ما نبدأ هذا المقطع تلقون الإيميل تحت، شاركونا أفكاركم ومقاطعكم وردات فعل نسوي عليها ونعرضها في القناة. طيب بداية المقطع، وطبعا لا تنسون تتابعوني في التواصل الاجتماعي. طبعا بداية التحدي هو عبارة عن أو شيء نبغى نكتب عقوبتنا بيدنا، وربما مثل لفاز هو ولا فزت أنا، إحنا أصلا كل شيء بنخلط العقوبات مع بعض، وربما هو يختار عقوبته اللي كان يتمنى أنها تصير لي. فهذه ثلاث أوراق لك يا عمار، أكتب فيها العقوبة، أكتب فيها ثلاث عقوبات، وأنا هذه بكتب فيها أيضا ثلاث عقوبات. وجي وقتكم نحطها مع بعض هنا، ما تدري يمكن لفست انا، يمكن اختار عقوبتي اللي كنت انا اتمنى تصير لعمار. خلصت، حتى انا كده خلصت. الان بنطبقها ونحطها سوا هنا. دقيقة، لازم يكون التطبيق متشابه، كده تطبيقك غير تطبيقي، وكده تكون تعرف انت هذا شو اسمه عقوبتك، يكون تطبيق انا واحد، يكون واحد يطبقها. طب انت اختار مغمض اصلا طبقه، ولا انا اجيب انا اطبقها احسن. كده تقريبا حطينا العقوبات زي ما تشوفون هنا، وطبعا مخلطة بعقوبتي وبعقوبة عمار. يلا بدأ التحدي. أول شيء تبغى مني أبدأ؟ أبدأ. لا، أفضل شيء حجر ورقة مقص. يلا حجرة ورقة مقص، أنت أبدأ يا عمار. أنت قصيت. إي قصيتك، فزت عليك إن أنت تبدأ. أنت تبغاني أبدأ؟ إي ما ادري، خاص اللي يفوز بحجر ورقة مقص هو اللي قرر من يبدا. طيب فانا قرر انك انت تبدا. يلا بسم الله نشوف اول تحدي. وطبعا قبل ما نبدا السؤال الاول نسيت حاجه، اول شيء لك 60 ثانيه في كل لغز على نفسك لو فزت بالتحدي، خلوه يفيدك عبد العزيز مسوي نفسه تعبان قدامك، ولا هو اللي خدعك، ولا انت يمكن عارف تخدعني. لا خلي التحدي حرب ان شاء الله. حرب واهزمك. ايوه انت شكلك جاي تنتقم اصلا منه. لا ينتقم. ولا ما قلت من البداية وبتكذب، ما تعرف ان الكذب حرام؟ ما كذبت، هو تعبان يقول قال لي ينتقم منه، قلت ما عليك. طيب نشوف من ينتقم في الاخير، وانت قلتها حرب، ابشر عليك بالحرب. نبدا نخش في التحدي. يلا بدا الوقت. وعندك السؤال بين يديك، السؤال يقول لك تقرب نفسك افضل. تسع لمئات الالوف ولا يتسع للطير المنتوف. منتوف. الوقت يمشي يا عمار، فكر العقوبة جامدة. تعرف السؤال قبل؟ لا. معقولة؟ والله ما ادري، والله انا ما ادري الاجابة ايش، غريبة قلتها كذا على طول سريع. انتهي الوقت ونعيد البداية الوقت. يس كانت إجابة خليت النحل. والله كنت أعرف، والله شكل
من اول سؤال شكل مره التحدي جامد. نبدا اللغز الثاني بسم الله. اللغز الثاني يا عمار يقول وتبدا 60 ثانيه. اطرش يريد ان يطلب مقص من ابكم، ماذا يفعل؟ واحد اطرش يريد ان يطلب مقص من ابكم، ماذا يفعل تتوقع؟ يقول يشر له كذا. لا الوقت بسرعه يمشي، نبغى اجابه منطقيه. يشر له كذا لغيره. اطرش من اطرش يريد واحد ان ايش؟ والله ما ادري. اطرش يريد ان يطلب مقص من ابكم، واحد اني غبي يبغى يطلب مقص من ابكم. والله هالوقت مقص. لا لا صار خلي يقول نبغى سؤال منطقي احنا. طبعا هذا جوال عمار، شوف عمار الوقت كيف. باقي سبع ثواني. عرفت ولا لا؟ باقي سبع ثواني في لحظة اقل. انتهى الوقت، نشوف الإجابة مع بعض. الإجابة بكل تأكيد يقول له طب قلت له أعطني مقص، أعطني مقص. لا أنت تقول ما قال بالإشارة، بيقول له أعطني مقص. قلت لك بيقول أعطني مقص. لا ما كذا، مو أنت قصدك بالإشارة. لا قلت له بس أعطني مقص. أبكم ما يتكلم، أبكم ذاك أطرش قال له أعطني مقص يسمع ما هي مشكلة. لا خل بعد ما عرفت الإجابة. لا والله قلت لك كذا أعطني مقص بس أنت ما أدري عنك. لا أنت قلت بالإشارة ما قلت. إي بس يعني يبنون أعطني مقص. أبكم معروف ما يتكلم، بس يلا راحت عليك. راحت عليك، نشوف خلاص تعتبر راحت عليك. على الآن ببدأ أنا أحسب لي وقت يا عمار. سؤالين بس؟ سؤالين وسؤالين والسؤال الخامس أفرق بينك، ناوي خمس أسئلة؟ طيب يلا. يلا نبدأ السؤال الثالث وهو طبعاً لي. يقول السؤال الثالث، يبدأ الوقت، كم مرة ينطبق عقارب الساعة على بعضها في اليوم الواحد؟ ما ادري كم يعني في اليوم الواحد كم مرة ينطبق عقارب الساعة؟ تعرف؟ لا. كم بقي من الوقت؟ بقي 40 ثانية. كم مرة؟ والله هذا السؤال مر علي يعني كثير ودوم يسألونه، يعني مو سؤال ذكاء، سؤال علمي يعني. كمان مر علينا في الفيزياء يعني. الظاهر انها يا 23 هي 24 ساعة، بس مستحيل تنطبق 24، هي 23 22 21 جي كذا 23 ثبت 23. يلا شوف ما ادري صبر لا توقف. والله ما ادري هي 23 22 هي كذا 10 ثواني. يلا والله ما ادري 23 22 والله ما هي جي كذا يا 23 يا 22 4 3 خلاص يلا 22 22 يلا 22 22 والله الظاهر 23 بس يلا تأكد انها 23 بس يلا 22 اخترت. يس ما هو الشيء. طيب نروح السؤال الثاني، ما هو الشيء الذي يخترق القابة والأشجار والأشواك دون أن تتحرك؟ يبدأ الوقت. ما هو الشيء الذي يخترق القابة والأشجار والأشواك دون أنت اللي تأخرت في الوقت هذا. ما هو الشيء الذي يخترق القابة والأشجار والأشواك دون أن يتحرك؟ المخفي. المخفي ما هو الشيء الذي يخترق الغابة والأوراق والأشواك دون أن يتحرك؟ المخفي. ثبت. المخفي شيء أكيد، ما هو الشيء الذي يخترق القابات والأشجار دون أن يتحرك؟ انظر يقول ما هو الشيء الذي يخترق القابات والأشجار والأشواك دون يتحرك؟ يعني وش اللي يتحرك؟ الأشواك والأشجار ما تتحرك ولا هو ما يتحرك؟ مستحيل يخترقها هو ما يتحرك. شيء ما. كم باقي من الوقت؟ 10 ثواني. والله ما أدري. شنو؟ 4. المخفي، ما في غير المخفي. بس وش كم ما يتحرك؟ 2 1 1 وقت. نشوف الإجابة. المخفي أنا أقول المخفي، ثبت على المخفي.
وين الهواء؟ وين 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 الهواء؟ وين الهواء؟ شو الهواء؟ الهواء يتحرك، ما يتحرك؟ ما يتحرك؟ الأشواك ما تتحرك، الأشواك ساقط. اللي هو يقول لك، وما أنا ما يقول لك، أنا أرجع للسؤال بس عشان ما نطول الفيديو، يقول لك ما هو الشيء الذي يخترق يعني الغابات والأشجار دون أن يتحرك؟ هو ما يتحرك، ولا جاء الهواء بيحرك الأشجار، بيحرك الغابات. كم من شجرة شالها، بس هو يتحرك. يلا ما دام انه هنا قالنا الهواء، هي كلها من اول والثاني اسهل الذكاء، وانا ما اتوقع هذا السؤال من بول. الجولة الحاسمة، هذه الجولة بدون وقت، هذه اول من يجاوب على السؤال تتم العقوبة. يعني الحين انا 1-1، هذا السؤال الفاصل بيننا. يبدأ السادس مشايخنا، ما هو أرق شيء يمكن رؤيته بالعين المجردة؟ أول واحد يجاوب له الدرجة. الشيء الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة، ما هو أرق شيء، يعني خف شيء يمكن تشوف بالعين المجردة؟ أنا والله يعرف ذا السؤال كنا قريته. إيه عرفته، فقاعة الصابون. أتحدى لو ما يطلع صح لك اللي تبغى، فقاعة الصابون. خلنا نشوف الإجابة، متأكد 200% انها فقاعة الصابون. تأكد البرق شيء تشوفه يعني خفيف. انا احس قشرة هذا النوى. قشرة فقاعة الصابون. يس فقاعة صابون زي ما قلت. الحمد لله الحمد لله فزت الهوى. يس فزت، حظنا اوفر لك يا عمار، حظنا اوفر لك يا عمار، والعقوبة حصلت لك. والله يعين، عساك تختار من العقوبة اللي انت كنت تنويها لي. نويت لك الطيب قليلة، ما حطيت لك القوة. والله حتى انا نويت لك الطيب صراحة، انا والله ما حطيت قوة لاحترام شهر رمضان. وكل عام وانتم بخير يا متابعين. طبعا عمار كن امين بينك وبين نفسك، وغمض عيونك واختار. غمض عيونك، ترى متابعين مشهور الكاميرا قدام، غمض عيونك. يا خذ على طول، خذ على طول، خذ واحدة بس. دقيقة، شو تتوقع؟ تتوقع أول شيء من أوراقك ولا من أوراقي؟ أوراقي. من أوراق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ها لا مو من أوراقك، من أوراقي أنا. دقيقة. طبعاً من أوراقي. وش تتوقع من عقوبة؟ تتوقع أنها جامدة بسيطة؟ بسيطة. ها؟ بسيطة. العقوبة كالتالي، وهي من أوراقي من أوراقك. والعقوبة هي أتحكم فيك لمدة 3 أيام. هذه عقوبة، هذه سبحان الله ما جت كلها صعبة. ترى في الثانية لو تلاحظني مسجلها ترى كلها سهلة، واحدة بس تغسل اللوان، والثانية ممنوع تستخدم الجوال لمدة يوم. لمدة يوم. فأنت وش عقوبتك اللي كتبتها؟ خدمة منزلية. ايوه غسيل سيارة. ايوه انا اعطيتك تغسيل لواني اسهل من حقتي. اصعب انت غسيل سيارة. ايوه غسلت الاذية. والثالثة محمد نسيت وانت توك كاتبها. ساحة الله يستر. والله واضح ما نسيت الا من قوتها. شوف ها الجمهور. ترتيب الاستديو. ترتيب الاستديو حقه. والله يعين. هو تحكم لمدة 3 أيام. طبعا. طبعا بعض يقول كيف تصورنا التحكم؟ بنحاول نصورها بعضكم، لأن بعض التحكم بيكون في البيت صعبة. بنحاول نصورها بعض التحكمات مثل مدة النوم، في أشياء العامة كلها، في أصبر مدة 3 أيام. إن شاء الله أكون معك. طيب. كذا سوى مصالح معي، سوى مصالح. الله يعينك، أصبر، لا تحاول إنك تزعلني، لأنك زعلتني أتحكم فيك صح. طيب المقطع قولوا اشتركوا، ولا أوصيكم معه تابعوا في التواصل الاجتماعي،
ترى يستاهل وفيديوهاته هادفة وشكرا لك. وطبعا لا تنسون قناة عمار أبو صقر تحت في صندوق الوصف، أتمنى من الجميع يروح يشوفها. وكذا وصلنا نهاية المقطع، أتمنى من المقطع عجبكم ولا تحرمونا من دعمكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. ملك الآر عبد العزيز، شكرا على المشاهدة. ترقبوا، إيه نعم، ترقبوا العقوبة في الفيديو القادم. مع السلامة.